هذه الرواية للصحابي سعيد بن زيد وجارته أروى، ادعت إن هذه الأرض له. وسيدنا سعيد صحابي جليل، هو قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، من أخذ شبرا طوق الله سبع أرضين. هم يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يطبقون على الواقع، فكيف أنا أخذ هذا المال الحرام؟ هو ملك الله. فدعا ربه سبحانه وتعالى، قال يا رب إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي اللهم بصرها واجعل قبرها في بيتها، فاستجاب الله دعاءه. يقول راوي الحديث قال والله لقد رأيتها تتلمس الجدران عمياء، وكانت تسير في بيتها فكانت بئرا موجودة فسقطت فكان قبرها.